الحكم طلع يعني بقرارات عجيبة وغريبة أربكت المباراة من دقائقها الأولى، خرب المباراة بصريح العبارة، كان ناوي نية قشرة على فريق العربي. وما هكا كان ظن أن تطلع مباراة مستوى الفريقين يلعبون تنافس شريف. نعم. بس اللي حصل ما هو تنافس شريف، اللي حصل أن إهداء الكاس لنادي على نادي. أنتم لم تتقبلوا هذا الأمر، نعلم أن هناك كمية كبيرة من الأخطاء التحكيمية حصلت، وإن كانت هناك بطبيعة الحال بعض القرارات التي كانت صحيحة، لكن ألا ترى أن لاعبي الفريقين وتحديدا لاعبي العربي، بما أنك موجود اليوم وتمثل النادي العربي، نعم، لم يتصرفوا بتلك الاحترافية، انجرفوا مباشرة وراء فلتان الأعصاب؟ إلى جانب ذلك، رئيس النادي جمال الكاظمي كان موجودا على خط الملعب أبو ناصر، هذا أمر غير يعني غير معتاد في ملاعب كرة القدم، دائما رئيس النادي موجود في المقصورة الرئيسية يتابع، لكن أن نجد رئيس نادي على خط الملعب هذا يزيد الضغط النفسي على اللاعبين أيضا. الحقيقة أول شيء لازم أحب أوضح نقطة، أنا هني موجود أمثل عضو جمعية عمومية وليس إدارة النادي العربي. إدارة النادي العربي فيها أشخاص أعزاء هم يمثلون نفسهم، أنا عضو جمعية عمومية ولاعب سابق وعضو مجلس إدارة سابق، هذا واحد عشان أكون أنا أتحمل الكلام مسؤولية ما تقوله مس عن نفسي. لا شك أن وجود الرئيس تحت يسبب ضغط، وهذا طبعا احنا مشكله العرف صار عندنا ان الرئيس يقعد تحت، ولا حسب اللائحه والقوانين يفترض ان الرئيس يكون فوق دائما، وخاصه في مناسبات مثل هذه يفترض انه يكون فوق. خلنا ناخذها نتعدى الخطوه هذه، اللاعبين داشين، انا لاعب لما ادش نهائي كاس امام فريق مثل حجم نادي القادسيه لابد انه يكون لاعب تحت ضغط. الضغط هنا يجي دور الاداري، شلون انت تخفف على لاعبينك الضغط. بس للاسف للاسف اللي شفناه من رئيس النادي ومن مدير الكره زادوا الضغط على اللاعبين، هم اللي اربكوا اللاعبين داخل الملعب، يمكن لهم وجهه نظر في تصرفاتهم بس قد يكون مخطئين من هذه التصرفات. زادوا الضغط على اللاعبين بالملعب، ويا الحكم من اول لعب انذارات اربك اللاعبين، احنا عارفين اللاعب لما ياخذ انذار باول دقائق خلاص يطق بريك ما يقدر يدش قوي بعد، لان اي خطا راح يطلع برا، خاصه اذا كان الحكم متصيد عليك. فهني الضغط زاد على اللاعبين، فانذار وراء انذار وراء انذار، مثل ما يقولون دقي في كل الحال. نعم، يعني شاهدنا هذا المنظر كثيرا. نعم. حين توقفت المباراه لاكثر من ربع ساعه بعد قرار ركله الجزاء، شاهدنا اداريين من نادي العربي يقفون على خط الملعب ويريدون دخول الملعب واشخاص يمسكونهم، كان مشهدا ايضا بعض الشيء، هناك من قال انه مشهد تمثيلي لان العدسات موجوده والكاميرات تصور، الكل يريد ان يكون بارزا في هذا المشهد بصرف النظر عن الدور الذي يلعبه. نعم، والله الامانه انا راح اكون صريح وياك، انا اتفق وياك ان كان في تمثيليه بالملعب وتمثيليه انتخابيه بحته، تمثيليه انتخابيه بحته من رئيس النادي العربي. رئيس النادي العربي ما كان جاد في كلامه. لو بترجع حق شريط المباراة من بداية المباراة، الأخ مدير اللعبة كان يبي يسحب الفريق وكان نرفز اللاعبين وانطرد خليل البلام. يا عقبه رئيس النادي بعد ركلة الجزاء طلب اللاعبين يطلعون برا. أنا أول مرة أشوف واحد يبي يسحب فريق يطلبهم ويدزهم داخل الملعب، رغم انه كان يقول انه كان يريد اللاعبين ان لا ينسحبوا وان يبقوا في الملعب. احنا ما عرفنا، انت تقول لهم تعالوا طلعوا وتدخلهم وتقعد تساسر كابتن الفريق، شنو القصد من هذا كله؟ يا انك تسحب الفريق يا اما انك ما تنادي تخليه. لازم تاخذ قرارك، ولهذا السبب انا اقول لك يفترض ان على رئيس النادي يقعد فوق يحمل المسؤوليه اداره الفريق، بعدين انت تحاسبهم. انت هني حطيتهم تحت ضغط زياده. نعم. اللاعب مو عارف يطلع ولا يدش، الى جانب ما يحصل طبعا من ظلم تحكيمي كما يرون، هذا شيء مفروغ منه، شيء مفروغ منه. الظلم وقع على النادي العربي بشكل مباشر. يعني انا ماني حكم. نعم. ولا اني ناقد رياضي، يعني تابعت القنوات الرياضيه وتابعت حكام دوليين كلهم اجمعوا على سوء التحكيم. صحيح. كلهم اجمعوا على عدم صحة ركلة الجزاء وصحة الهدف
اللي دخل القادسية. حتى جماهير القادسية نفسها يعني تقول إن هناك أخطاء تحكيمية بالجملة حصلت، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. للأمانة مو جماهير القادسية. نعم. أنا بهني أشكر لاعبين نادي القادسية الدوليين اللي كلهم كل تقدير واحترام. يعني يمكن أنا لي علاقة تربطني مع لاعبين القادسية، نادي القادسية ترى مو محتاج إن حكم يعطي المباراة. نعم. بس أنا ربعي وقعدت وياهم كلهم كانوا يقولون إحنا خذنا الكاس بس مو مستانسين. أنا ما أقصد لك اللاعبين اللي كانوا يلعبون بالملعب، يمكن اللاعبين الكبار. نعم. يقولون كلهم الحكم أهدانا الكاس. يعني هم نفس الشيء عارفين ان الظلم وقع العرب. طيب انتم طالبتم قبل المباراه بفتره طويله بشهر. نعم. تقريبا طالبتم بحكم دولي، هذه نقطه جدليه ابو ناصر، عندما تطالبون بحكم دولي لمباراه بحجم نهائي كاس سمو ولي العهد، الا يعد ذلك ضربه للتحكيم الكويتي بصرف النظر عما اذا كنتم تعرفون من هو الحكم واذا ما كان مجيرا او مدفوعا لاتجاهات اخرى، الا يعد ذلك ضربه للتحكيم الكويتي؟ لا بالعكس، احنا نكون كل تقدير واحترام لحكامنا بالكويت، بس في شغلة مهمة هني لازم تعرفها. أنت في أوقات لازم تشيل نفسك عن الشبهات يا أخي، مو بس بالكويت، أنت طالع الدول حوالينك. الاتحاد من كيفه يفترض بمباراة نهائية أجيب حكم أجنبي عشان لا أحط نفسي تحت مسؤولية أن أنا أنحاز حق فريق ضد فريق. أخلي الحكم أجنبي ما حد يعرفه حتى لو يغلط، وهذه الحادثة حصلت في المملكة العربية. صحيح. السعودية حكم أجنبي حط ركلة جزاء خطأ مو صحيح، بس ما حد تكلم، حكم أجنبي والحكم مو محصوم على الخطأ، ولا هو محسوب على أحد، ولا محسوب على أحد، بس هني أنت شلت المسؤولية عن نفسك. بس هني المباراة الكويت أنت تي تتعمد كنادي العربي، نادي العربي ما هو نادي أي نادي بالكويت، نادي عريق قائد بالرياضة الكويتية. صحيح. رائد نادي العربي ملح الرياضة الكويتية، لما يدز لك كتب يطلب منك حكام أجانب يفترض أنك اتحاد أنت على الأغر رد عليه قل له إيه أو لا. لم يردوا عليكم، أنت ما ترد عليه، هذا شنو معناته؟ كم كتابا بعثتم براسك؟ أنا حسب علمي أن 3 كتب راحوا حق أو كتابين أو 3 يعني، بس ولم يأتي رد على أي كتاب، ولا رد على أي كتاب، وهذا معناته أن في نية مبيتة حق المباراة النهائية. إحنا ما نتحكى من فراغ. يعني هذا ما كنت أود أن أسألك إياه، يعني لماذا تفترضون أن اتحاد الكرة الكويتي رتب الأمور أو بالعربي الفصيح طبخ الأمور مع حكم المباراة وأهدى؟ يا أخي خلنا أقول لك، يعني الدليل مادي ملموس، مو دليل، أنا أعطيك أدلة على سوء الرياضة عندنا بدولة الكويت. أول شيء لازم تعرف الاتحاد ما يرد عليك على كتب، هذا مخالف. أنت كاتحاد أنت من مهمة الاتحاد شنو؟ تطوير اللعبة فنياً والعمل على التنافس الشريف بين الأندية. صحيح. أنت ما حققت هذا الهدف، يفترض أنت أول واحد يقدم استقالته يوخر. أنا أقول لك اتحاد الكويتي لكرة القدم غير شرعي، هذا اتحاد غير شرعي، وأنا أعطيك أسبابي ليش غير شرعي. أنت ما رديت على الكتب، أنت جيت إحنا لا طالع مباراة نهائية. أنت لو أي واحد يتابع المراحل السنية كلها تعرف سوء التحكيم. خل ناخذها مثال حي، طالع جريدة اليوم إحدى الجرائد واحد ذكر سوء التحكيم، نادي من الأندية ذكر عن سوء التحكيم، هذا معناته مو بس العربي يشتكي، الكل قاعد يشتكي. أنت يا اتحاد لما تي ما ترد علي، لما نعرف أنا شخصيا كنت أعرف الحكم قبل المباراة، أنت قلت صرحت بذلك، أنا قلت أن الحكم هو فلان الفلاني والنتيجة كذا كذا. أنا أقول لك في قبل المباراة كنا في حفلة الأخ الدكتور حسين المشيمي، حفلة تخرج ولده ومسي عليه بالخير، كان في قناة تلفزيونية هناك أحد الفضائية، وأنا صرحت ويمي كان لاعبين القادسية، قلت لهم المبروك الكاس لكم بفعل فاعل، لو كانت المباراة حيادية الكاس عرباوي، بس أنا كنت عارف أن المباراة خالصة وعارفين اسم الحكم. يا أخي أنا أول مرة أشوف أنت اتحاد يحط لي حكم مو مجتاز الكوبر تيست، ما يحط حكم دولي، أنت الحين بتحط حكم محلي، إحنا كلنا ثقة بالحكم، بس أنت بتحط حكم محلي، على الأقل حط دولي. أنت ما عندك دولي، ليش ما عندك دولي؟ لأن كل الدوليين مقدمين استقالات ورايحين وشكاوي بلاوي. أنا أقول لك سوء إدارة الاتحاد، كم شكوى بالجرائد أعلنت من الحكام، وفي رشاوي وفي ما أدري شنو بالجرائد أعلنت. نعم. هل أنت حققت فيها؟
ليش ما حققت فيها من أول؟ تخبط واضح بالتحديد. هذا مثال على تدهور الرياضة الكويتية بصورة عامة. تخبط واضح بناصر. واضح وصريح. أنا عشان كذي أقول لك كانت النية مبيتة من المراحل السنية. هذا دليل، هذا شيء من لا شيء برياضتنا الكويتية. بتي على سوء التحكيم ترى مو بس على كرة القدم، كل الرياضات، كل الرياضات في تراجع. العام ارجع العام شوف مباراة نهائي كرة الطائرة بين الكاظمة والقادسية. يا أخي الغريبة بالأمر كل مباراة طرف فيها القادسية، كل لعبات ومع الأندية المختلفة. العام نهائي الطائرة بين كاظمة والقادسية، والكاظمة هم نفس الشيء احتجوا، هم دزوا كتب حق الاتحاد ما حد رد عليهم. أول العام نادي الكويت ياخذ كاس التفوق في ألعاب القوة، الاتحاد ما يسلمها، يقول لا في خربطة، يقعده سنة ما يعطي، بالآخر يسلمها حق القادسية على أساس. طيب موضوع الاتحاد موضوع يطول شرحه وموضوع شائك ولا يمكن الحديث فيه من وجهة نظر واحدة. دعنا نبقى في إطار النادي العربي بناصر. نعم. أنت قبل قليل ذكرت أن جمال الكاظمي وخليل البلام غير صادقين فيما قاله، هناك أشخاص وجهوا لك اللوم على هذا الأمر. نعم. لأنك تواجهت معهم وكنت موجودا في اجتماع الجمعية العمومية وكنت موجودا في اجتماع النادي العربي، الاجتماع الذي تلا المباراة مباشرة، لماذا لم تقل لهم هذا الأمر مباشرة وجها لوجه؟ عزيزي الفاضل، من كان في اجتماع المسرحي الذي حصل في صالة الخطيب يعرف شنو قال بدر دريع، وجه اللوم بالأول على منو؟ اجتماع مسرحي هزيل كان بقيادة رئيس النادي. أنا أول مرة أشوف واحد يدعي الجمهور لقرار انسحاب وهو ماخذ القرار قبل الانسحاب. أنا أقول لك ليش قرار، لكنه يعني قال أنه لن يتخذ أي قرار قبل مقابلة القيادة السياسية. أنت خذيت قرار الحين، أنت خذيت قرار أمس، طلع قرار مجلس إدارة عدم انسحاب التصويت لحين مقابلة القيادة السياسية. أخذ قرارك خلاص يا أخي، عشان تعرف أن مسرحية هزلية يبي يضحكون على منه. أنت تأخذ قرار نفس اجتماع مجزرة، تأخذ قرار عدم الانسحاب بنفس الاجتماع، تقول أنا أسوي جمعية عمومية عشان أبحث الانسحاب. جمعية عمومية غير عادية. أنت تبي تقص على منه؟ أنت لو تقدر تسوي جمعية غير عمومية غير عادية كان اعتمدت النظام الأساسي مالك. لو تقدر تجمع ثلثين الجمعية العمومية كان اعتمدت النظام الأساسي. وانت عارف عشان تسوي جمعية عمومية غير عادية يبي لك شهر إعلان، يبي لك أسبوعين تسوي الجمعية ما حد راح يجيك، بعد أسبوعين ثانية ما حد راح يجيك، وتبي تموت المسألة. ليش ما حد راح يجيك؟ ما حد ولا نادي راح يجيب لك ثلثين، ولا نادي راح يجيب لك ثلثين. لو في نادي قدر يجيب ثلثين على الأقل يسوي النظام الأساسي ماله حسب القانون الجديد 27/11/2012. عندما تقول أن هذه مسرحية، عندما نقول أن هناك مسرحية حصلت فبالتالي هناك هدف، ما الهدف الذي كان يسعى إليه رئيس النادي من وراء هذه المسرحية برأيك؟ انتخابات النادي العربي. الهدف انتخابات النادي العربي. الأخ جمال كاظمي، أنا كل احترام لشخصه، نعم، كأسلوبه أختلف وياه 100% في إدارة النادي. أنا اشتغلت وياه بالإدارة وأعرف شلون يدير، يعني حدث العاقل بما يعقل. أنا كرئيس جهاز كرة وعندي مباراة نهائية، شنو المفترض مني أنا أسوي؟ أنا مفترض أني أكون بتواجد مع اللاعبين، عدل؟ صحيح. إيش رأيهم نفسيا؟ أهو جاي ليلة المباراة، أهو راد من السفر ليلة المباراة. طب ربما كان مشغولا، يعني أراد من السفر مشغولا، لربما هناك ظروف، لربما ظروف يوخر عن جهاز الكرة. خليك رئيس، أنا ما حاجك بس على المباراة هذه، من الانتخابات اللي صارت. لو هو هم النادي العربي مثل ما يقول أنا أخذ ما أبي أخذ أبي أنسحب لمصلحة النادي العربي، ما أبي هدي النادي، وأنت هديته، أنت شلخت النادي العربي. أنا أقول لك الحين من الانتخابات ليه الحين خلي يقول لي كم يوم ترى ينعدون على صابع اللي دش فيهم النادي كله مسافر. إذا أنت مو فاضي ليش ماسك رأسة النادي يا رجل؟ مسرحية. أنا أول مرة أشوف جمال كاظمي بأحد القنوات يقول لو اتحاد الكرة يشرب شاي عندي كان طاح الحطب. أنت أول شيء كان رحت حق أعضاء اللي عندك من الإدارة،
انت اعضاء مجلس الاداره عندك مختلفين، كان رحت شربت شاي عندهم طيحت الحطب، كان رحت شربت شاي عند المجاميع مالوتك مو مجاميع الثانيه اللي انت على خلاف وياهم، روح اشرب شاي عندهم طيح الحطب. ايش تبي الشيخ طلال اجيك عشان يطي يشرب شاي؟ مو انت ياك النادي، ياك النادي الشيخ طلال، هذا دور رئيس النادي ان يقوم بحل مشكله النادي. طبعا انا اذا انت في البيت الواحد لما يصير مشكله منو اللي يحل المشكله؟ مو رب البيت، رب الاسره اللي يحل بالسفينه القبطان، هذا اللي نعرفه احنا. انت كنادي انت رئيس النادي، انت ما تدري هذا الجمل بما حمل. انت اتهمت في يعني حين كان خليل البلام موجودا في مقابله تلفزيونيه على احدى القنوات الفضائيه بعثت برساله وقلت انهم غير صادقين. يعني انت يعني عندما يقول خليل البلام ان 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 مشكلتكم في النادي العربي هي مشكله كراسي ومشكله مناصب، انتم تتصارعون على اداره النادي، وانت تؤكد هذا الامر حين تقول ان ما يحصل هو نعم مسرحيه هدفها انتخابي. نعم نعم نعم. فكيف يكون غير صادق؟ انا الحقيقه اول ما تفضلت وكلمتوني وقلتوا لي في لقاء يجمعك مع الاخ خليل البلام سعدت في هذا اللقاء وكنت اتمنى هذا اللقاء، بس للاسف كنت متوقع أنه ما يجي. هو للأسف لم يرد كما ذكرت على 6 اتصالات ولم يرد حتى على رسائل نصية. يعني أنا لم أتحدث مع بونور حتى أكون صافي الذمة وحتى يكون أيضا بونور في الصورة، أنا لم أتحدث معه، حاولت الاتصال به مرارا وتكرارا لكنه يا لم عزيزي يرد، وأعلنت حتى في تويتر يا عزيزي أنني أحاول الاتصال صدقني به. صدقني وثق بالله لو أنت رايح له بالنادي وقايل له عندي لغاء يقول لك أنا مو بونور لهذه الدرجة؟ ما يقول لك ما أنا مو أنا أقول لك بلو. لماذا يخشى المواجهة معك؟ ليش؟ لا لا أنا ما أقول يخشى المواجهة بس أنا أقول لك أسبابي ليش قلت له مو صادق. أبو أنور أول واحد كان يبي يسحب الفريق بعدين غير كلامه، مثل الأخ جبال الكاظمي بالاعتصام يقول اتحاد غير شرعي، بعد باللقاء يقول ما أدري شرعي ولا مو شرعي. خلنا من هذا الحين، الرد حق الأخ أبو أنور صراع كراسي ومناصب. الأخ أبو أنور يعني ياب عدة نقاط في إحدى القنوات يعني صراحة يضحك، قال أول شيء اللي عنده 20 صوت 30 صوت كله صراع على الكراسي، اللي 30 صوت ما بك تصوت لي. يا أخي أنت جبت النادي عندك 100 صوت، هديت ناديك صليبخات، جيت النادي عشان انتخابات وتقول لي مدربين ما يشتغلون عشان انتخابات، أنت بنفسك جيت عشان انتخابات، أنت منت بالعربي، انت لو انت بناديك تقول للعم، هذه نقطه، تقول للعم احمد عبد الصمد الله يشفيه ان شاء الله ويعافيه ابو يوسف والاخ جمال كاظمي قالوا لي متى ترد ناديك، لا يكون انت اساسا كنت من نادي عشان ترد، انت اساسك بصلبخات، منت من العربي عشان ترد، انت جيت شغله انتخابات، هذه شغله. الاخ ابو انور لما اقول لك مو صادق، ابو انور يقول لعبة الدوري يبي للعب داخل ملعب وخارج الملعب، وصار لك 20 سنة بنادي صليبخات، كان لعب داخل الملعب وخارج الملعب، كان سويت شيء حق يعني ناديك. مع كامل الاحترام لنادي صليبخات، لا لا أنا أكيد طبعا تقدير كل الأندية، بس أنا ما لي طرف نادي صليبخات، لا لا أفهم صليبخات. ذلك لكن يعني ربما لا يكون الثقل الذي يتمتع به نادي صليبخات كالثقل الذي يتمتع به النادي العربي. بأنور عندما يقول أنه يعني لن، هذا النص الحرفي، والله ما راح ناخذ بطولة إذا ما في ناس تلعب بالملعب وناس تلعب برا الملعب، والعلاقات ينبغي أن تكون طيبة مع كل الأندية، هذا كلام يعني لا يمكن أن يكون خاطئا يعني. بالفعل لا يمكن أن تأخذ أي بطولة إذا لم تلعب. عزيزي الفاضل العربي زعيم الأندية الكويتية وأكثر نادي بطولات من قبل لا يطب خليل البلام وغير خليل البلام، احنا ما احنا محتاجين خليل البلام لا يتكسب انتخابيا من ظهر النادي العربي. خليل البلام عضو نادي صليبخات اللي أكله كل تقدير واحترام، ما هو طرف، وكان ممثل نادي صليبخات في اتحاد أصلا. خل نرجع حق النقطة، يفترض على خليل البلام، يفترض على خليل البلام ينهي حياته الرياضية مرة واحدة. لماذا لهذه الدرجة؟ هو عنصر أساسي في مشاكل الرياضة كلها اللي صارت في دولة الكويت. خليل البلام ما كان في مجلس الاتحاد 2005 اللي انحل وصارت فيه المشاكل، كان عضو بالمجلس. طيب يفترض هذا المجلس اللي دخلنا في دوامة وصراعات خارجية وداخلية يفترض ينمحي من الوجود. أنا لو كنت مكان خليل بلام
ما أرد حق الرياضة نهائيا. يعني يصعب يعني الكلام في هذا سهل لكن التنفيذ صعب، حتى ربما هناك من يقول أنا أقول لك ليش بدر البليع لو كان مكان خليل البلام لربما لم يكن ليفعل ذلك. أنا أقول لك ليش صعب، أنا أدري صعب. أنت لما تبتعد تبي ترد وين؟ ترد النادي العربي، منو ما يتمنى يرد النادي العربي؟ بس لا بغيت ترد النادي العربي لازم في حدود عشان تعرفها، لازم تعرف النادي العربي بنية بسواعد رجال يابا بطولات، ما ينطرون خليل بلام يعلمهم شلون يبون البطولات، مو يقول لي لعب داخل الملعب وخارج الملعب. احنا نعرف شلون نلعب وناخذ البطولات بذراعنا، ما لم يكن هناك تحيز في تنافس شريف العربي ما حد يوقفه. لا تسوي لي بطل تطلع لي عليان بالمسألة هذه شغلة، لا ما خلص من خليل. تفضل بس عشان الفاصل. نعم خليل البلام قال أنا أقدر ألعب انتخابات، صحيح. أنا لو بلعب انتخابات أقدر، وراح تشوفوني انتخابات. أنا أقول له أنت رشحت نفسك وسقط، أنت جيت سنتين عندنا رشحت نفسك وسقط، أي لعب تلعبه؟ وبذكره بنقطة، إذا هو لاعب انتخابات قول له اتحاد 2005، اتحاد 2005 اللي انحل، ما كان الصراع على أمانة الصندوق بينك وبين الأخ هايف المطيري اللي نائب رئيس الاتحاد حاليا، منو اللي ما عطى صوته وسقط؟ تدري منو اللي ما عطى صوته وسقط؟ اللي كان يمه بالبرنامج جمال كاظمي، ما صوت له، لم يصوت لخليل البلام. لو كان مصوت حق خليل البلام كان نجح صار امين صندوق. جمال اللي ما عطى صوت وسقط، اي لعب انتخابات انت يا تدس علينا؟ وبعد ذلك تقول ان جمال الكاظمي جاء بخليل البلام من نادي الصليبيخات الى النادي العربي. جاي نعم هو حسب كلامه اللي يابه العم احمد عبد الصمد وجمال كاظمي، واول ما نزل انتخابات وقف ضد ولد العم احمد عبد الصمد، ولد العم ابو يوسف خالد عبد الصمد نزل ضده. يفترض انت هني اذا انت صاج العم احمد عبد الصمد يابك وجمال كاظمي يابك، هذا بقائمه وهذا بقائمه، انا اصير محايد اكراما للطرفين. صحيح. طيب ساقف معك في فاصل ابو ناصر ومع السادة المشاهدين، الحوار من بعده يستمر حول هذه الأزمة التي تعيشها القلعة الخضراء مع ضيفنا بدر الدريع عضو مجلس إدارة النادي العربي ورئيس اللجنة الرياضية، نلتقي بعد قليل. لا شك بأن التطور والتغيير سنة الحياة، وأن المجتمع الواعي يختار لنفسه النظام الأمثل الذي يحقق آماله وتطلعاته وينسجم مع ثوابته وإمكاناته ومعطياته على قاعدة راسخة من التوافق والحوار الإيجابي البناء. إن ربيع الكويت دائما بفضل الله قائماً بجهود وحرص وإخلاص أبنائها، محمي بظلال قيمها وثوابتها الراسخة، متأصل بجذور ارتوت بعرق الأجداد والأباء عبر تاريخ حافل بالتضحيات والبطولات والإنجازات. فلتتلاقى كل القلوب على حب الكويت، وتلتف جميع السواعد لخدمتها، ولتصفو كل النفوس من أجلها، ولنتكاتف جميعا لنرفع بنيانها ونعلي شأنها.
اهلا بكم من جديد في هذه الحلقه من الملف التي ينزل فيها ضيفا عزيزا الكابتن بدر الدريع عضو مجلس اداره النادي العربي ورئيس اللجنه الرياضيه. اهلا بك مره اخرى السابق عفوا حياك الله. الله يحييك مناصر. في التويتر هناك اشخاص وجهوا لك اللوم على عباره ذكرتها وقلت ان حكم نهائي كاس سمو ولي العهد لو لم يكن منحازا للقادسيه لفاز العربي. فهموا حديثك وكانك تتحدث عن طرف ضعيف وهو القادسيه بما انك ضمنت لا لا فوز لا العربي. لا 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 حبذا فقط لو توضح. لا 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 لا, 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 لا يمكن انا في كذا مكان وضحت هذه النقطه ووضحتها وقلت لك انا يمكن ساعه قلت لك صحيح. انا كان يمي لاعبين يعني اشخاص اعتز فيهم على قلبي اولهم الكابتن الكبير اخوي العود بو نواف حمد بو حمد يمكن دار بيني حديث طويل بينه. نادي القادسيه نادي كبير وعريق حال النادي العربي. نعم. لو بتي انا رايي الفني بالمباراه النهائيه لو كان الحكم محايد ونادي القادسيه ينزل بمستواه نادي العربي ينزل مستواه انا اقول لك نادي القادسيه راح يفوز. وانا مو قصدي اني اقول الحكم اعطاهم، انا اقول اعطاهم لان هم اكبر من هذا الشيء، هم ياخذونه بذراعهم مو محتاجين احد يساعدهم. نادي القادسيه نادي بطولات، نادي عريق ومستواه السنه افضل من العربي. والعربي كذلك نادي عريق. لا شك لا شك لا شك، فلا يفهموني القدساويه ان انا لكن كل تقدير واحترام لنادي القادسيه بس انا ما هو طرف نادي القادسيه، انا اقول الاحداث اللي خلت يمكن الوضع الرياضي خلت الناس تتكلم على نادي القادسيه للطريقه التي تدار فيها الانتخابات وتشكيل الاتحادات والطرق اللي قاعد ياخذ البطوله تخلي الناس يتكلمون عن نادي، بس نادي القادسيه لا احترامه وتقديره هذه من صغيرهم وكبيرهم. هذه نقطه وضحت. طالما انك اتيت مره اخرى على ذكر الانتخابات، انت كنت في مجلس اداره النادي العربي حتى عام 2008، كنت مع جمال الكاظمي. نعم. لماذا تركته وانسحبت؟ شوف عزيزي انا والعياذ بالله من كلمه انا دخلت ماني طرف محسوب على اي شخص بانتخابات. كان عندنا احنا فعلا عندنا صراعات بالنادي العربي والله يسامح الله يسامح الذي دخلنا في هذه الصراعات. السبة مصالح شخصية خارجية دخلونا بهذه الصراعات وللأسف اثنين منهم الحين موجودين بالإدارة مع بعض دخلونا بصراعات وقطونا بحفرة. يعني أنت تتفق الآن مع خلال البلان بأن هناك صراعات وانتخابات وكراسي؟ لابد لابد أنا 100% أتفق مع أبو بنور. على فكرة خلنا أكون واضح وياك، ترى أبو أنور أنا علاقتي طيبة وياه وعزيز على قلبي وعزه، بس المعزة غير والنادي العربي غير. شغل النادي العربي غير، لا حد يتكسب على النادي العربي. طيب ما أسمح لأي كان يتكسب على حساب النادي العربي. جميل. هذه شغلة. ما الذي حصل في الانتخابات في 2008؟ 2006 أنا دشيت مع إدارة جمال الكاظمي في النادي العربي. للأمانة اشتغلنا وأنا كنت رئيس اللجنة الرياضية وأخذت تفويض من مجلس الإدارة أني أشكل الفرق الرياضية وأخذت تعهد ومحضر مجلس إدارة موجود لازلت أحتفظ فيه أن أنا راح أعمل على رفع كأس التفوق. أذكرها إحنا 11 عضو قالوا لي صعب صعب تطلع. أنا كنت حاط الرنج من 18 ل 20 نقطة نصعد بالموسم. قالوا لي صعب. اشتغلنا واجتهدنا. مو بدر دريع. بدر دريع يضع السياسات تعتمد من مجلس الإدارة والشغل كله المطبخ إداريين الفرق مفنيين الفرق واللاعبين هم اللي تعبوا ويابوا هذا. لأول مرة بتاريخ النادي العربي حصل على كأس التفوق في كرة القدم. كان مدير اللعبة أمسي عليه الأخ منصور باشا عضو مجلس إدارة كان وياي كان هو مدير الإداري مال قطاع الناشئين وأنا كنت الرئيس اللجنة الرياضية واشتغلنا وما قصورا فيه إداريين الفرق مثل ما قلت لك يعني لو بذكرهم وايد يعني ما بينسى أحد عشان لا أظلمه ويبنى كاس التفوق. طيب الأمور كانت طيبة إذن. طيبة يينا الموسم اللي وراه مع هذا اشتغلت على جميع الفرق وأسسنا الفرق اللي ما عندنا وباقي الفرق صعدنا فيهم. جينا نهاية الموسم صاعدين 22 نقطة. هذا كان تحدي ويا مجلس إدارة. نعم. واذكرها شهادة والله يذكره بالخير رئيس القسم الرياضي في جريدة الوطن الأخ بو مؤيد عدنان السيد أخوي العود
قلت له راح ناخذ كاس التفوق، قال لي صعب، بس بالنهاية كتب عمود انك اني صدقت بكلامي وموجودة الجريدة لا زالت عندي. انا لو ادري بتفتح الموضوع كان جبتها وياك. المهم جيت له قدمت لهم تغرير ثاني حق الموسم اللي بعده ان احنا راح نصعد بعد. هني كانت الصدمة بالنسبة لي. لماذا؟ رفض من رئيس النادي العربي جمال الكاظمي. نعم، رفض السياسة والاستراتيجية التي نعم رسمتها، وقالها بالحرف الواحد. الناس برا كلهم يتكلمون يقولون بدر دريع قاعد يشكل ويا منصور باشا. يا أخي يا رجل حدث العاقل بما يعقل. أنت يفترض هني أنك أنت تفتخر أن عندك شباب قاعد يشتغلون لك. أنت لما واحد من أعضاء مجلس إدارة يشتغل يشتغل باسم مجلس إدارة. يعني فهمت منه أنه لا يريد لبدر الدريع ومنصور باشا أن يسحبوا البساط من تحت. رحم الله والديك، رحم الله والديك. كان يقول احنا ورانا انتخابات، في اشخاص لازم نردهم، في اشخاص لازم نردهم. نردهم بمعنى يحطهم على الهياكل الفرق، يغير. ليش؟ لان هذيلة حسبة انتخابات عندهم اصوات. وانت الحين تقول لي يا خليل بلام احنا مو جايين تكسب انتخابي، انت يعني تعلمني انت شلون تمشي الامور بالنادي العربي. طب ما علاقه خليل بلام بهذا المثال؟ يعني هذا مسؤول عنه جمال الكاظمي. انا الحين اقول لك شنو علاقه، لانه قاعد يمه بالبرنامج ويقول احنا مو جايين تكسب انتخابي. هذا التكسب الانتخابي، عرفت شلون؟ انا ما اتبلع الناس عبط. انا ما عمري تكلمت على شخص، مو حتى لو بتكلم مو على شخصه. نعم. اتكلم على طريقه عمله، وما اتكلم من طريق ما لم يكن لدي الدليل القاطع والمستند ما اتكلم. طيب انسحبت احتجاجا ساعتها على ما ذكره جمال الكاظمي. انا قدمت استقاله من اللجنه الرياضيه على اسلوب اداره عمل جمال الكاظمي، وعرض المنصب على السيد منصور باشا ورفض، عرض على اكثر من عضو ورفض. تعاطفوا معك لان عارفين السياسه اللي قاعد امشي فيها صح. هذه شغله. هذا غيظ من فيض يا اخي، لو بتكلم ما تخلص. انا تحدثت كثيرا مع جماهير النادي العربي. نعم. وهم اصدقاء وزملاء. هناك انقسام في الراي في الحقيقه، هناك من يثني على اداء جمال الكاظمي في اداره النادي العربي، وهناك من يحمله مسؤوليه تدهور النادي. انت تبدو وكانك من الطرف، يعني لا تبدو، انت في الحقيقه من الاشخاص الذين يحملون جمال الكاظمي مسؤوليه اداره النادي في هذا الاتجاه المتدهور. ما الذي يفترض ان يحصل الان في القلعه الخضراء لكي تعود كما كانت؟ لو انسحب جمال الكاظمي هل ستصبح الامور بخير؟ شوف عزيزي الفاضل، ترى الاخ ابو طلال كشخص ونعم فيه، انا احبه. وانا قلت لك جمال كاظمي شلون يا النادي العربي؟ ترى يا بالمجلس المعين بعد الغزو، بعد الغزو الغاشم يا جمال كاظمي وصار مدير كره. احنا كنا لاعبين، كنا نشرق فيه، كنا ندعمه. جمال كان فعلا قلب النادي العربي، كان فعلا كان يشتغل حق النادي العربي. ترشح لرئاسة النادي العربي عقبها كل المجاميع وقفت وياه. وما انسى الموقف اللي كان ديوان المرحوم الملا صالح لما رفعت ايد جمال والله يرحمه العم ابو صالح محمد الملا والله يشفي ابو يوسف، رفعوا ايدهم مع بعض. كنا كلنا متفائلين وكلنا اشتغلنا مع جمال. بس جمال مع الوقت قام يتغير، ما صار جمال، ما قام يرجع حق احد، ما قام يسمع كلام احد. مثل الحين يقول انا استشرت الاخ الكبير عبد الرحمن الدوله والاخ ابراهيم شهاب. اصل ابراهيم شهاب عبد الرحمن الدوله هذين نبراس بالنادي العربي، يفترض 24 ساعه انت تدق عليهم تسالهم. انت ما اخذت رايهم بالانتخابات، ويولك بالانتخابات يقولون لك خنوحد. انت كنت ترفض، كنت رافع الجامعه الكل. الحين بس تاخذ رايهم؟ ايش معنى الحين بهالمساله بتاخذ رايهم؟ يعني لم يعد جمال الكاظمي استغلال اسم ابراهيم شهاب وعبد الرحمن الدوله للانتخابات، هذا لا يجوز يا بطلان. لا تعتقد الان ان جمال الكاظمي يعمل لصالح النادي العربي، يعمل فقط الحين مصالح انتخابيه؟ انا اعطيتك الحين اكثر من مثال مصالح انتخابيه. طيب. انا الحين اقول لك ليش مصلحه انتخابيه. جمال الكاظمي نعم هو يقول انا الجمعيه العموميه جابتني. نعم انا اتفق وياه، وهذه من مساوئ الرياضه عندنا الجمعيات العموميه، تركيبه الجمعيات العموميه تدش فيها الناس البصامة ما تدري عن النادي،
بس تعال صوت روح. هناك من يأتي بهم لهذه المهمة بس هذا التصويت، ومن ضمنهم اللي خليل بلام مجموعة اللي يابهم من الصلابخات عشان هالشغلة. هذه شغلة، أنا رجل ديمقراطي وأحب التنافس وأحب الديمقراطية. الجمعية العمومية يابتك، والجمعية العمومية أطرحت الثقة فيك وشالتك، ليش ما وخرت؟ ليش ما وخرت؟ هذه شغلة. احنا خلينا نقول الجمعية العمومية يابتك، اللي يابت الجمعية العمومية يجب أن يحترم الجمعية العمومية اللي يابته. تحط الغالي ونفس حق النادي العربي، تسوي أنت الحين بالحدار صار لك الحين كم سنة من سوء إلى أسوأ، من سوء إلى أسوأ. طيب أنت ألا ترى يعني الرأي الذي تطالب به أنت؟ جمال الكاظمي يقول أنه ينتظر حتى يقابل القيادة السياسية، أنت مباشرة تقول أن العربي ينبغي أن ينسحب، جماهير العربي مرة أخرى منقسمة، هناك من يؤيد هذا الانسحاب وهناك من يرفضه، لكن نقطة الانسحاب جوهرية جدا أبو ناصر، إذا ما انسحبتم ماذا؟ يعني ما الرسالة التي ستحققونها؟ ما الرسالة التي ستوصلونها؟ ما نوع الضغط الذي يشكله انسحابكم؟ الدوري والكؤوس والبطولات والمباريات كلها سوف تسير، كنتم موجودين أم كنتم غائبين؟ النتيجة واحدة. لا لا عزيزي الفاضل، أول شيء سيدي حضرة صاحب السمو الله يحفظه ويخليه نبراس حق دولة الكويت، حق الأب الروحي لنا. نعم. أنا شخصيا سمو الأمير أبوي، أنا دائما إذا صارت عندي مشكلة أرجع حق الوالد أبوي. نعم. فهو أبونا كلنا لازم نرجع له، كافي أنه هو عرباوي ومتحمس حق العربي. هذه شغلة أنا أتفق ويا إدارة النادي العربي يروحون للقيادة السياسية، بس مو بهذه الطريقة اللي الحين بيروح فيها. بأي طريقة؟ أنا كنت أؤيد الانسحاب، أحترم وجهات النظر، قد أنا أكون مخطئ قد أكون صائب، بس أنا وجهة نظري أؤيد الانسحاب 100%. أولا يوم ما بعد كتب حق الاتحاد الغير شرعي وما رد علي، انا كنادي العربي ادز كتب حق الاتحاد ما رد علي، ادز له كتاب عندك لي قبل المباراه بيومين ما ترد علي، انا ما حضر الملعب، اخذ مقابله مع سمو العهد واروح له اقول له ترى 1 2 3. انا حصلت وياي العام نفس المشكله، اولت العام نفس المشكله. ما إدارة النادي لم تكن تعلم أن هذه الكتب لم يرد عليها، يعني لماذا لم تتخذ هذا الإجراء قبل المباراة؟ للأسف الشديد إدارة العربي منقسمة. أنت تقول أن إدارة النادي العربي أو مجلس إدارة النادي العربي يتحمل المسؤولية قبل الاتحاد؟ طبعا أنا أحمل مسؤولية إدارة النادي العربي، لازم كان يأخذون قرار حاسم بهذا الموقف. هذه شغلة حق، وجيت أنت لعبت المباراة، انت الحين لعبت المباراة وشفت الحكم من البداية، انت جيت نرفزت اللاعبين وما ادري شنو، خلصنا يوم حسب ضربة الجزاء انت جيت تبي تطلع الفريق. لو انا مكانه اسحب الفريق. هذا سيرتب عليكم عقوبات اكثر مما ترتب، يعني انتم الان اصلا عليكم عقوبات والاتحاد يفكر في مضاعفاتها. عزيزي الفاضل انا ماني اجهل امور رياضية، اكيد انا لاعب، انا اداري، أنا عندي بكالوريوس إدارة بالمجال الرياضي، أنا أشتغل بتخصصي. أولاً لازم الكل يعرف، الكبير قبل الصغير، أن صاحب السمو الأمير، صاحب السمو والعهد لهم مكانتهم ومعزتهم وتقديرهم علينا وواجبة علينا، لا حد يزايد على هذا الموقف. جميل. هذا شيء منتهي منه، اللي يقول احتراماً حقول لا، احترامه موجود بالمباراة وغير المباراة، بس أنا كنادي العربي لما أخذ موقف مثل هذا وطلع الفريق شو راح يصير؟ شو راح يصير؟ أنت أخذت قرار، أنت قلت بس أعلنت بالجريدة أن العربي بينسحب من الدوري، الكويت كلها معتفسة صار لها كم يوم، والدليل على هذا البرنامج اللي احنا قاعدين فيه الحين سياسي حولته رياضي، السبه هالموضوع هذا عدل ولا انا غلطان؟ لا هذا في اتجاهات كثيره غير السياسه. فعشان شيء اقول لك يعني مع احترامي حق نادي القادسيه نادي عود، بس لا تقارن نادي العربي باي نادي ثاني. نادي العربي نادي ذو قاعده جماهيريه خليجيه عربيه اسيويه، لا تقارن. زعيم الكره العربيه
كل نادي يعتز بهويته طبعا، انت طبعاً ذلك. طبعا كل نادي أكيد. بس لا تقارن على المستوى المحلي الجماهيري، انت لو تحضر بس مباراه النهائي لو بتسوي احصائيه 90 ما بقول 90 اقول 80% عربي 80 واضح. هذه شغله. انا ليش ايد الانسحاب؟ ادري عقوبه الانسحاب شنو، انك راح تتوقف اول شيء، راح تتوقف موسم حسب اللائحه غرامات، يعني انت هالموسم ما راح تكمله، الموسم الجاي راح تتوقف، راح تجيك غرامات، راح تجيك حل حق الفريق تحل اللاعبين. انا رايي الشخصي، يمكن تكلمت مع الاخ عبد العزيز عاشور، وانا بهذه المناسبه اوجه له كل تحيه وتقدير واحرام واحترام واجلال على موقفه الرجولي البطولي في صعدته المنصة حق سمو ولي العهد وشرح قضية النادي العربي، وكذلك موقفه من الانسحاب الفريق واستقالته. هذا الشيء مو هين عندنا بالنادي العربي. تعرف ليش؟ لأن عزيز عاشور لاعب نادي العربي، صحيح، قلبه بالنادي العربي، العرق ماله طلع بالنادي العربي، شعور الانتماء. هذا الفرق. لما أنت يا وانور تي تصرخ تقول كذا، ولما يا عزيز يقول، هذا الفرق الولاء بين النادي العربي. احنا تعلمنا الولاء من صغرتنا من الكبار، اللاعبين الكبار ودارين الكبار. نعم، لا تجي تعلمنا الولاء. طيب انا هذه الشغله الوقت ادركني بإجازة، لان لدي نقطه بس بوضح لك تفضل. انا ليش انسى؟ احنا خلينا نسحب اول شيء النادي العربي، خلينا نسحب طامه كبرى بتصير. لا يمكن تقام بطوله بدون النادي العربي، لا يمكن تقام بطوله بدون النادي العربي، وصاحب السمو موجود، احنا كلنا نعول على صاحب السمو. ثاني شيء بتحل الفريق، انا اقول اللي ولاء حق النادي يقعد، اللي ولاء مع السلامه، وهني تبين معدن الرجال، وانا كلي ثقه بلاعبيننا ان راح يقعدون. هذه طريق، وفي كذا طرق، ما بيكشف الاوراق، في كذا أكيد. طرق تحفظ لاعبين. لكن حتى لو كان صاحب السمو الامير عربويا، صاحب السمو يقتدي بقوانين، صاحب السمو طبعًا. لديه قوانين يسير عليها، وانت يعني تعلم ذلك. عفوا عزيزي الفاضل، قل لي اي قوانين تتكلم عليها انت؟ العقوبات التي ستوقع عليكم هذه وفقا للقوانين. اكو قانون بالكويت قاعد يمشي بالرياضه؟ اكو قانون رياضي بالكويت قاعد يمشي؟ لو في قانون قاعد يمشي، انا اعطيك الحين طامه كبرى، قانون 5/2007 قانون 5/2007 اكو قانون يطلع ما يطبق، يطلع له قانون ثاني، انت طبق شوف خيره وشره. طلع قانون 27/11/2012 لا هم ما تطبق، ويقول لي اتحاد شرعي، اي اتحاد شرعي. طيب النقطة الأخيرة، أنت ما قبل لا تدش لي بقول عشان لا بس إجازة بعجالة. أنا أقول لك ليش، أنا أقول لك أي ترتب، أنا راح أكون خسران. لا أتوقع أي عرباوي إن أنا ويا الانسحاب عبط، أو إن أنا ما أعرف المضرة راح تجي على العربي. أدرك المضرة اللي قاعد تجي على العربي بالانسحاب، بس أنا أنظر الحين لمصلحة الرياضة الكويتية كلها، أنظر الحين ولا أنظر طول عمري. إذا ما أخذت موقف حاسب الحين، الاتحاد بغلط وبغلط وبغلط، انت ما تقدر تبطل حجك. هذا انا وجهه نظري. يعني انت تريد ان توجه رساله حاسمه وحازمه. نعم يجب ان يكون هناك موقف حاسم. طيب انت اعلنت انك لديك نيه للترشح لرئاسه الاتحاد في مواجهه الشيخ طلال الفهد. هناك من قال ان بدر الدريع مدفوع لهذا الامر، ليست رغبه شخصيه نابعه منك. عزيزي الفاضل، اول شيء القانون الذي وضع الاخير يعطي الحق حق جميع أعضاء الجمعية العمومية بالترشح بدون الرجوع لنادي الأصلي. يعني أنا كعرباوي عضو جمعية عمومية يحق لك الترشح، أقدر أترشح لو أروح حق إدارة نادي ترفض، أروح للاتحاد أرشح نفسي. هذا حق مشروع حسب اللائحة اللي حطوه النظام الأساسي مع الاتحاد. ثاني شيء، بدر الدريع عمره ما يكون مدفوع من أحد، ولن يقبل على نفسه، ولا أسمح لأي كان أنه يقول لي روح سوي كذي او كذي. انا اسوي حسب قناعتي وحسب ما اراه مصلحه للنادي العربي. سبب ترشحي تراه ما هو تنافس ويا الشيخ طلال فهد الاحمد. الشيخ طلال فهد الاحمد انت ما تدري ترى له معزه خاصه عندي انا. انا يوم كنت اعالج برا ترى الشيخ طلال كل يوم اتصال وياي. انا ما هو ضد الشيخ طلال، وانا يمكن كانت لي مقاله سابقه أأيد الشيخ طلال رئاسة الاتحاد بشروط، حسب القوانين لا. التي تضع، بس بهالطريقة لا مو وياه. وأنا سبب ترشحي عشان أكشف الأقنعة
تعتقد أنك سوف تكون قادرا على فعل ذلك؟ راح أكون قادر، مو أنجح. أنا ما أقول قادر أني أنجح على كشف الأقنعة. طبعا الأقنعة تكشفت من الآن يا عزيزي الفاضل، من الآن تكشفت الأقنعة. أنا أبي أحط أولهم النادي العربي، بعدين الأندية اللي تقول إحنا ضد سياسة الاتحاد موقفهم شلون. أنا أدري أنا داش خسران انتخابات، أنا عندي يقين، لكنك تأمل على يعني بالنتائج. أنا بس على النتائج. تعال إحنا ليش نقول نحط إن أنا بنزل ضد الشيخ طلال؟ يمكن الشيخ طلال ما يترشح شلون؟ أي شخص. بس أنا عندي هدف واحد، إن ما تكون تزكية. نعم. مثل ما قال أخوي عزيز عاشور ما في تزكية. إحنا نقول ما في تزكية، أنا أساند أخوي عزيز عاشور. نعم. ما في تزكية أي كان، بس ها إذا صار في توافق من النادي العربي، أنا طبعا لابد أني راح أرجع مع الأخوان بالنادي العربي، يمكن عقب المقابلة هذه حتى لو بأيهم مالك أمل، ما يستقبلونك. بس أنا أقول لك، نعم، القانون أعطاني الحق أروح للاتحاد، هذه شغلة. أنا برجع الأخوان، أنا برجع حق الأخوان النادي العربي، قد هم يمكن عندهم مرشح هم أو نادي ثاني، ما عندي مشكلة. أنا وخر، أنا ما نعم. هدفي، أنا هدفي أن ما تكون تزكية وما تروح باردا بردة. نعم. أنا أشكرك جدا أبو ناصر على تلبيتك لدعوتنا، سرور جدا بالحديث معك، وأتمنى أن تكون رسائلك كلها قد وصلت إن شاء الله. وأنا شاكر لكم على هذه الاستضافة وإني وضحت بعض النقاط. بس أحب أذكر شغلة يعني الأمانة، يعني خاصة الأشخاص اللي ذكرتهم لا يتوقعون أن أنا أذكرهم لأشخاصهم، لا أبدا، أنا أذكرهم لعملهم. هذا شيء أنا أشدد عليه دائما. أنا سبق وقلت كلمة، أنا لو أموت داخل القلعة الخضراء فداء للنادي العربي، ما عندي أي مشكلة. نادي العربي أنت ما تدري شنو معزة النادي العربي، لولا النادي العربي من يعرف بدر دريع؟ كان أنا أمشي حالي بشر العادية، ما أحد يعرف بدر دريع. النادي العربي سوى لنا اسم، سوى لنا كيان. نعم. هذا قليل من اللي رد له من الجميل اللي أعطانا إياه النادي العربي. أشكرك جدا أبو ناصر، هذا كان حوارنا في هذا الحلقة من الملف مع عضو مجلس إدارة النادي العربي السابق بدر دريع ورئيس اللجنة الرياضية حول ما حصل في مباراة نهائي كأس سمو ولي العهد وما هو موجود من وجهة نظره من صراعات من أحداث داخل أروقة القلعة الخضراء. كل الاحترام مرة أخرى لكل الأشخاص الذين جاء ذكرهم في هذه الحلقة، بدءا من جمال الكاظمي رئيس النادي العربي، وكذلك الأستاذ خليل البلام بوانور مدير الكرة في النادي العربي. كل الأشخاص الذين جاء ذكرهم، الانتقاد يوجه إلى مناصبهم لا يوجه إلى شخوصهم التي تلقى كل التكريم والاحترام. أشكر باسمكم مرة أخرى ضيفنا بدر الدريع، عضو مجلس إدارة النادي العربي سابقا ورئيس اللجنة الرياضية، جزيل الشكر لك أبو ناصر. مشكورين، أنتم مشكورين على الاستضافة، إن شاء الله تكون خفيفين على الجمهور يعني. إن شاء الله. الشكر موصول لكم على متابعتكم للملف. مطلع الأسبوع المقبل يتجدد اللقاء، ونعود إلى السياسة مرة أخرى. حتى ذلك الحين لكم أن يكون الحب والوفاء. في أمان الله.